aşk sana geldim. Al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerinde uyut beni. هذا أنت؟ فكرت أنه أمي إجت لعندي، ممكن تعطيني كاسة المي؟ إيه والله. رفقاتك إجوا لهون. بيسلموا عليك كتير، بس أنا ما فوتت اللي عندك. قلت لهم انك نايم. يا ريت فوتتهم لعندي، كنا حكينا شوي بلا ما ينشغل بالهم. بس بالاول نحن لازم نحكي شوي. شو بدنا نحكي؟ علي، رح اسالك لاخر مرة. مين اللي ضربك بالسكين؟ شو ما قلت لك؟ قلت لك مين؟ ملك المجنونة هي يا علي. ليش هيك عم تعمل؟ ليش عم تفتري على ملك؟ طالما عندك حياة حلوة ليش عم تختار الغلط بإيدك؟ ليش؟ كرمال تبرئ حالك من مصايبك عم تفتري على إنسانة بريئة؟ أنا يلي رح صلح الغلطة هي. رح تسحب الافتراء يلي رميته على ملك. ورح تسحب الشكوى تبع المحكمة. فوراً. فهمت ما هيك؟ انتي بأي عين جاي لهون؟ بأي عين؟ ليش أنا مكاني مو عند زوجي؟ مشان هيك أنا أجيت لعندك. تعالي، انتي لا مرتي ولا شي، نلعي. اترك إيدي. قصة بيت المزرعة انتي عملتيها ما؟ انتي اللي بعتي علي ورا ملك ما هيك؟ اي نعم، أنا عملتها. عملت هالشي لأني بحبك، لأنه كنت بدي أحميك. عم تفهم ولا لا؟
رح تدفعي الثمن غالي، رح تدفعي ثمن عمايلك بملك. معقول عم بتفكر فيها؟ هي ما بتحبك بنوب، وإذا بدك هي بتكرهك. لك كرها لملك أحسن من كل محبتك. وليه؟ بالله؟ بس أنا بعرف أنت مين بتكون. أنت ابن فاطمة وابن منصور، زينب شو صار معك؟ قدرتي تعرفي شي؟ في رفيق اللي طلع عنده معرفة بالمستشفى، حكيت معه بالموضوع. عملوا جلسة صدمة كهربا لملك. انت وعم تحكي مع عزة ملك كانت تحت تأثير الصدمة. عزة، لازم نلاقي طريقة نطالع فيها ملك من هنيك. البنت رح تسوق حالتها عن قبل كتير. في طريقة واحدة بس، أخي علي لازم يسحب الشكوى تبعه. تمام، هذا الشيء منيح. طيب معناتها خلينا نروح على المستشفى، لازم نطالعها فوراً من هنيك قبل ما يجبروه على شيء تاني كمان. راسي عم يوجعني. اطمني، بعد شوي رح خلصك من وجعك. انت شو اللي عم تعمله فيني؟ بعد ايدك، قلت لك بعد ايدك شوي ورح ترتاحي. اتركني اتركني. بعد عني. لا تعيطي. بعد عني عم اقول لك. اتركني. حلو كتير. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ لا تكوني جنيتي مثل ملك كمان. بعرف انه هاد الشي صعب عليك، بس لا تنكر انك بتعرف هالحقيقة. قلي ليش خبيت عني كل هالمدة؟ في أسرار بين الرجال ومرته شي؟ تعالي وليك. مين قالك هالحكي؟ ها؟ مين؟ شو رح تفرق معك؟ عرفته بس.
شو رح تقتلني هلأ؟ ها؟ قتلني؟ يلا إذا على إيدك أنت يا عدنان بدي موت فأنا قبلان بقدري. أنا كل شي عملته كان كرمال مصلحتك، كل شي ساويته كرمال ما تنأذى. ملك كانت بتعمل هيك كرمالك؟ كانت سكتت؟ مع إني عرفت الحقيقة بس ما حكيت بنوب. لهيك أنا لسه لهلأ عندك. ولآخر عمري رح ضلني عندك. بس إذا بدك تقلعني قلعني على السريع، وأنا من هاللحظة بوعدك إني رح كون ضدك. ما قلعت الخالة ليلى لسه؟ أنت فهمتي القصة غلط. ليلى ما دخل بشي. كيف؟ بس أنا شفت ساعتها ببيت المزرعة وأرجيتك ياها، وهذا دليل إنه هي اللي عملتها. وقعت من إيدها بآخر مرة راحت فيها لهنيك. زهرة خلص سكري على القصة. تركني! قلت لك ما بدي! حاجة تعيطي بقى! لا تعيطي! تركني! تركني! زينب، هدول ما بيرجعوا يعملوا لها جلسات كهرباء مرة تانية؟ لا، ما بتنعمل جلسة الكهرباء مرتين بالنهار. لا تاكلها معزت. اليوم رح نطالع ملك من المستشفى. إن شاء الله ما بتنعاد القصة مرة تانية. Oh, my God.
بعدي شفتي يلي اجت جديد لهون؟ شو حكيتو؟ شو قال لك عدنان؟ عصب لما شافك ما؟ بنوب بالعكس كان كتير مبسوط. اسمعي يا بنت، عدنان من اليوم ورايح إلي. أنا أول وآخر زوجة إله، مو أي حدا تاني أبداً. ليكون بعلمك أمي ما نقات لحالة أصلاً لتكون مرت عمو عدنان. قال إنك ملاقيتي لي ساعتي. كنت عم فكر وين تركتها هداك اليوم. أنتي وحدة بشعة كتير خالي ليلى، بس رح يجي يوم وتدفعي فيه تمن عمايلك. رح تستني هاليوم كتير يا حلوة. فكري بالعقاب اللي رح تتعاقبه أمك، هي بالآخر رح تدفع تمن خطف عدنان مني. حقيرة. شو صاير؟ لشو هالعجقة؟ خير شو القصة؟ عزة تباين عندك، ليش موقف السير؟ كأنه صاير حادث سير أو شي. هذا حادث. إن شاء الله نلحق نوصل على المستشفى قبل ما يخلص الدوام، لأنه بدنا شوية وقت هنيك لنخلص إجراءات تخريجة. أحكي، شفتي المجنونة الجديدة؟ إيه شفتها هون. لوين راحت؟ هي راحت من هنيك. وقت الدواء. ها رح يفتح الطريق إن شاء الله، ما منطول 10 دقايق ومنوصل.
اعمل اللي بدك اياه وخبي قد ما بتقدري يا فاطمه. بوعدك اقتل ابنك. انا لقيته والليله رح اقتله بالسوق. تعي تفضلي اذا بدك. تفضلي شوفي ابنك لاخر مره. عدنان ابني هرب منه ونفوت بجلدك يا ابني. هذا اللي اسمه جلال ناوي لك على شر. لك شو هالحكي هاد؟ لا تخافي هالزلم عم يمثل عليك. ما عارف شي ولا غيره، حاول يوقعك بالحكي وبس. بس هو مو ناوي يتركك بحالك بنوب؟ شو بيصير لو بيوم دري انه انت غريمه يلي عم بيدور عليه؟ شو لو حاول انه يقتلك يا عدنان؟ يا عمري اذا صار لك شي انا ما رح اتحمل، اذا بيصير لك اي شي ما رح اقدر اعيش. ما رح يصير لي شي، لا تخافي، ما حدا بيقدر يعمل لي شي. عدنان روحي وقلبي كبرتك وشلتك بعيوني وخبيتك كل هالسنين كرمال ما حدا يعرف وكرمال تعيش حياة حلوة. ليالي بكاملة ضليت عم بدعي للصبح يا رب. شوي وجاي أنا. ماشي. في وحدة من المرضى مانا بأوضتها، دير بالك منيح، ممكن إنها تحاول تهرب. تمام. إلى كافة عناصر الأمن، يرجى إغلاق المخارج كافة، إحدى المريضات مفقودة. هاتي لقلك، أنا بصب. صب لك من هي كمان؟ ما بتفرق. ألو؟ إيه أنا؟ شلون يعني وين راحت؟ شو هالحكي؟ لك هاي مستشفى ولا شو هاي؟ آه؟ أنا حاطت مرتي بالزريبة وماني عارفان؟ لك كيف ما عرفتوا تديروا بالكم عليها؟ اللي شو صاير لأمي عمو؟ اسمعني ولك، لاقوا مرتي فورا. قسما بالله إذا بتنقذ شعرها منا بروحكم. إيه يلا يلا يلا.
مالك عمالك عقلي حرام. ايه ايه علي يلا 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 نطي عمالك. ايه الحالة مستقرة نوعاً وان شاء الله دكتور دكتور بدنا اياك. عمو عدنان قل لي شو اللي قال لك يا هاد الزلمة؟ حطيناها بمستشفى المجانين ورغم هيك ما قعدت عقلي. لوين راحت ملك؟ شو اللي قالوا لك يا؟ بركي هالمرة صاير معها شي، خلونا نخبر الشرطة. اهدوا شبكن، أنا رح روح وأفهم شو صاير. مو قلتي رح تخلصي منها؟ شو صار؟ معقول تكون هربت من الزلمة؟ يمكن يكون خلص عليها، من هيك ما عم بيلاقوها. رح أتصل وأفهم منه. رد بقى، ردوا فش اللي قلبي وقول لي إنها ماتت. دوروا بالحمامات، عجلوا، دوروا بالمخزن، دوروا هنيك كمان، دوروا بكل مكان. ليش ما عم بيرد علي؟ عدنان عدنان ابني ملك مو ناوية على خير منوب، أكيد هربت من المستشفى لتحكي كل شي لعزة. إذا هي طلعت من هنيك رح نتدمر. منعها من أن توصل لعزة يا عدنان، وقفها فورا. آغا بدي إجي معك. لشو بقى؟ بدي إجي لأنه حابة ساعدك وكون معك. ما في داعي تجي معي بلا ما تعطليني. ابني خليها تروح معك، هي حابة تساعدك مو أكتر. عمو عدنان عمو عدنان كرمال الله خدني أنا كمان، خلينا ندور على أمي سوا. لا تلهينا مشان نقدر نلاقيها. عمو عدنان كرمال الله أنا كثير مرعوبة، خليني روح معها ودور عليها معكم، ما بعطلكم. أنت عدي ديري بالك على ابنك، أنا والآغا منكفي. ما تاكلي هم زهرة رح لاقيها. ماشي؟ يا الله دخيلك لا تضر لأمي. نبري لجوا. اليوم ممنوع الزيارة يا جماعة، بدي أطلب منكم تطلعوا لبرا. لا نحن ما لنا جايين من شان الزيارة، أجينا نخرج مريضة إلنا. أنا كمان دكتورة، نحن لازم نعمل إجراءات تخريج مريضتنا من هون بسرعة. طيب تفضلي، فيكي تسألي الاستقبال إذا سمحتي. أهلين. زينب شو اللي صاير هون؟ في شي مو طبيعي، شكله في مشكلة. يعطيكي العافية. الله يعافيكي. بدنا نبلش بإجراءات تخريج ملك كيرمان من عندكن. المريضة ملك كيرمان؟ إيه مزبوط. خير شو الموضوع؟ في أي مشكلة؟ ما أنا منيحة يعني؟ هربت من شوي والكل عم يدور عليها.
بعرف كيف حاسبهم على هاي العملة. على مهلك أغا، رح نعمل حادث. شو عم تعملوا لك؟ شيل هالسيارة. ليش هالعجلة عدنان أغا؟ لوين رايح ومستعجل؟ خير؟ اسمع جلال، مرتي مريضة ولازم الحق وصل لعندها على المستشفى. شيل هالسيارة من قدامي يا وام. عم تعمل من مرتك حجة لتخلص مني، ما هيك؟ بعدو لك. اصحكن. شيل السيارة من هون، بدي روح لعند مرتي. لازم هلأ أشوفها وبعدين منحكي قد ما بتكون. لا عاد عرفنا راحة البال ولا طعمة النوم بالمرة. هالمخلوقة مشاكلها ما بتخلص أبداً. كمان هي الله يعينها ستي، عقلة ماله براسة، شو فيها تعمل؟ تنمحق تموت إن شاء الله. أكيد هي رح تحكي كل شي لعزت. بهي انت عم تحكي لحالك شي؟ لا مرت عمي، شو بدي احكي؟ عم قول الله يصطفل فيها بس. خلص دخلت على عيلتنا ورح نتحملها. اف عادي بقى، لا تضلي حايصة هيك. وجمال ليش هيك عم يبكي؟ وين حضرة امه تعتني فيه؟ كانت معه ستي لورين. رح روح شوفها. وقفي وقفي، خلص أنا بروح لعندها. زهرة لليوم ما عم تعرف تربي. ليش ما عم تسكتي هالولد؟ ليكي قديش عم يبكي، شو ما عم تسمعيه؟ جمال لا بقى تبكي يا روحي، شو صاير لك يا ابني؟ غرقانة بعرق وحضرتك تاركتي. تعالي غيري له، لازم تعتني فيه للصبي. وأنا بدي حدا يعتني فيه، بدي أمي. بالله بالله، لأنك طفلة لسه. قال بدي أمها تعتني فيها. تعرفي ليش لساتني طفلة صغيرة يا ستي؟ لأني ما عشت طفولتي مع أمي بعكس كل الأولاد. صدقت امتى لاقي امي وليك راحت، وانا هلا بحاجتها. الله اعلم وين بتكون هلا امي. بدي اياها، ماني قدران اعيش من غيرها ابدا. ليك نعم ندور عليها، وعدنان راح وراها. بدل ما تضلك تنقي وتقولي امي امي، لازم تعتني بابن بطنك. هذا روحك وعمرك وكل شي بحياتك. انتي نسياني انك ام وعندك مسؤولية كبيرة. انا ما كان بدي يكون ام لحدا بالمرة. انا ما كان بدي يكون ام بالمرة. بسببك انتي
كل هالشي اللي صار بسبب هيك. انتي انتي السبب، انتي السبب. مرحبا. تفضل. أنا جوزة لملك كيرمان. المديرة بانتظارك، تفضلوا. ماشي. تعالي. ليش واقفة؟ أغا اسمعني، أنا عندي رفيقة بتشتغل هون من زمان، عم فكر شوفها، بركي بعرف منها شو اللي صاير. المديرة بتحكي لنا كل شيء، شو بدنا برفيقتك؟ ماشي، انت روح شوفها وانا بشوف رفيقتي بهالوقت، ومنتأكد اذا المديرة عم بتقول الحقيقة ولا لا. عفوا اذا سمحت سيفي، وين فيني لاقي بابا؟ ما شفته، ما بعرف، اليوم الدنيا قايمة وقاعدة اصلا. أمنا بكل الإجراءات الاحتياطية، المخارج تسكرت اليوم وعم ندور عليها بكل مكان ممكن تتخبى فيه. حضرتك ادعي لربك إنه تلتقى سالمة. صدقني أستاذ، نحن عم نعمل كل اللي منقدر عليه. عم حاول صدقكن. شو كان إلها لزوم جلسة الكهرباء؟ لأن ما أخذت أدويتها وكانت عم تهلوس، هاد لمصلحتها ولهيك عملنا لها جلسة. وينها؟ لقيتوا مرتي؟ نحن ما لقيناها، بس لهلأ عم ندور. شو عم تعملوا هون؟ بأي جهنم أنت لك سيفي؟ أخي علي سحب شكوته، يعني ما في لزوم أبداً أنه تضل ملك هون كرمال هيك. وأنا وزينب أجينا لحتى نطالع من المشفى. بالله؟ مو شغلتكم تجوا تخرجوا ملك؟ بعدين ليش ما خبرتوني؟ ما كنا حابين يصير سوء فهم، بعدين كل اللي عم نعمله هو لمصلحة ملك. لمصلحته أو لا، إذا في أي شيء لازم ينعمل مشان ملك أنا بعمله. ملك مرتي أنا. هلأ جاي تحكي هذا الحكي عدنان؟ من زمان ليش ما كانت مرتك؟ إذا بتريدوا اهدوا شوي، ملك هلأ مالا مبينة وهذا الأهم بالموضوع. Thank you.
أمي أنا هون. زهرة. يعني أنت لأنك بقيتي من غير أم هالطفل المسكين شو له ذنب؟ بدي أفهم. حطي بحضنك شوي، لا تخلي يبكي أكتر من هيك. أي عشق sana geldim al yine büyüt beni ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Oh,